هي واحد الاشياء بسيطه وعاديه اللي كتبان لاغلبيه الناس، ولكن هاد الاشياء يمكن لها تغير الحياه ديالك تماما. اللي هي نحاول ما امكن تعطي الاولويه للصحه ديالك، تجعلها اولويه قصوى، تستيقظ بكري، تشي حاول الانسان يفيق بكري دائما، ويدير واحد البروغرام باش يبقى يفيق بكري. حاول تقرا الكتب، المجلات، تصبح اكثر باش تاخذ واحد المعلومات. ومعلومة الاخرى هي الانسان يحاول ما امكن ساعه ونص ولا ساعتين خاص التليفون ديالك تطفيه او تبعدو عليك قبل ما تنعس، واحد ساعتين حتى ساعه ونص خاص الهاتف ولا ديك التليفون وديك اللوحه الالكترونيه تكون بعيده منا، يعني نطفيها او ننزلها عادي، ولكن ما نعطيوهاش ادنى اهتمام، ساعه ونص حتى ساعتين. هذه اشياء بسيطه صراحه ولكن لها مغزى كبير، واكيد كل واحد منا حاول ما امكن يتبع هذه الطرق، اكيد ان شاء الله تغير الحياه ديالك في واحد الاتجاه اللي هو ايجابي. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.